يعني اولا عاش من سمع صوتك، وحشنا. طمني الاول على اصابتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن، انا شرف ليا اكون مع حضرتك والله في اول حاجه وانا اصابتي الحمد لله، انا الحمد لله كان عندي كسر في صباعي ولسه اسبوع انزل الملعب ان شاء الله يا كابتن. اسبوع وتنزل الملعب، ترجع بالف سلامه. الله يسلمك. جاد الناس فرحانه او بتفرح دايما لما لعيب في منتخب مصر او في الكره المصريه عموما بيجي له عرض من بره، وما بالك لو جاي من انجلترا من فريق ليه تاريخ في البريمير ليج. فاحنا كلنا فرحانين، والناس حتى مستنيه اليوم اللي هيتم فيه الاعلان عن انتقال جاد الى ويجن ومنه للدوري الانجليزي نفسه. احب اسمع منك ايه القصه وايه الجديد ووصلت لفين، احكي لي يا جاد. احكي لحضرتك يا كابتن، انا بس حابب اقول يا كابتن في الاول انا في نادي انبي من سنه 2006 وهو صاحب الفضل عليا بعد ربنا ولولا النادي ما كنتش اوصل اللي انا فيه دلوقتي، اللي هو يجي لي عرض او اتشاف في الدوري المصري او العب او كده. والاداره عندنا مختلفه جدا ومحترمه برئاسه الاستاذ ايمن الشريع والباشمهندس محمد غرابه، بس اللي بتمنى لها ان هم يسائلوا الدنيا مع النادي هناك ويدوني الفرصه ان انا اسافر، ممكن يعني ربنا كرم وحاجه كويسه ان اسافر بدري، وممكن يعني زي ما كابتن صلاح سافر والنني وتريزيجيه صح، ممكن تفتح باب لحراس يسافروا صغيرين من بدري تاني. ربنا يكرم ويجرب الخطوه دي وحاجه كويسه، وخصوصا ان رئيس النادي مستر طلال حماد جه مصر هنا وجه قعد مع الناس في النادي واتكلموا والعرض في عرض رسمي في النادي يا كابتن هاني. ايوه وفي عرض رسمي وكل حاجه، بس ما اعرفش ما هو ايه اللي معطلها؟ ايه اللي مخلي الموضوع مطول لدرجه ان في ناس قلقت افتكرت ان الموضوع عطلان او خلص لحد ما عرفوا انه لسه شغال يعني؟ الموضوع يا كابتن هاني الناس بتطلع تتكلم في استثناءات وفي حاجات، يعني هو النادي الانجليزي هناك ناس في انجلترا هتبعت عرض ازاي وهي مش متاكده انه عارفين هم يعملوا ايه معايا. هيطلعوني عرب فرق في اوروبا وهيودوني في حته عشان اكمل الاستثناءات او النقط اللي هاخدها. ايوه اكيد هم عارفين، يعني هم مش صغيرين برضه ان هم يبعتوا مش هيجيبوا لعيب يعني وبعديها يبداوا يحاولوا، هم اكيد مخلصين من قبل ما يعرضوا. دي عايز افهمها لحضرتك. بالظبط. وفي عرض رسمي في النادي وانا بتمنى ان الاداره توافق على العرض يا كابتن ان شاء الله. لما بتكلم الاداره طيب اجاباتهم ليك انت بشكل شخصي بتكون عامله ازاي يا كابتن جد؟ انا بقول لي ما مش هقول لك على تفاصيل وما ربنا يسهل، وانا بقى ربنا يسهل دي بقى لنا شهر. ان شاء الله هيسهل باذن الله. لا رب يا كابتن. لكن انت ليه انت نفسك تلعب في انجلترا؟ اكيد يعني اكيد. ليه نفسك تلعب في انجلترا يا كابتن جد؟ ربنا يكرم يا كابتن، واطلع والعب دوري قوي واحتكاك قوي وزياده على كده يا كابتن، لو حضرتك بتصيب في منتخبات في بطوله افريقيا او في اي منافسه. احنا منتخبنا كبير قوي، بس يعني منتخبنا في احسن منتخب في افريقيا، بس لو بتصيب في المنتخبات في لعيبه كتير قوي محترف في المنتخبات الثانيه. صح صح. ففي لعيبه كتير قوي محترفه. مندي على الناحيه الثانيه بما انه كان السنغال هي منافسنا في نهائي افريقيا وفي نهائي التصفيات متقل منتخب السنغال، بيكونوا بيلعب في تشيلسي بينافس على القاب دوليه على القاب فرديه عالميه، فبالتالي وجود لعيب مصري في الدوري الانجليزي ان شاء الله يكون انت قريب، ده يشرف ويعلينا احنا كمان. يا شرف يا كابتن، امثل بلدي مصر والله هناك يا كابتن، ونفسي يعني اوصل للناس حققته هناك اني ربع اللي عملوه، بس او تريزيجيه او صلاح او الناس اللي سافرت دي يا كابتن والله. هل محمد صلاح لما اكيد عرف ان ويجن في انجلترا عايزين، هل اتكلم معاك زميلك في المنتخب وكابتنك؟ لا بصراحه لا يا كابتن.